أعلن البنك الإفريقي لتصدير والاستيراد عن تأسيس تسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار بهدف مساعدة الدول الإفريقية على تجاوز آثار وباء فيروس كورونا. وأكد البنك أن هذا القرار سيسهم في تجنب التخلف عن السداد فيما يخص التجارة ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، كما سيقدم العون لمصدري السلع الأولية الذين يعانون بسبب تراجع الإيرادات.